وكذلك كاين 10 28 10 تاهي بحال 10 30 10 تاهي كصلاح القطنيه ولا الزرع. السؤال مرحبا هي عندي هنا الماتيغ خام يعني الماده الخام اللي باش كيصوب هذا الشيء هذا كتشوفوا هذو كلهم تركيبات تخليطات هنايا كل وحده بالنسبه المئويه من كل عنصر فيها ولكن باش نصنعوا هذه التركيبات عندنا هذه المواد الاوليه كما كتشوفوا عندنا الماء يعني هنايا ها هو كاين عندي الميلونج هنايا فيه لازوت حتى هو والفوسفور ها هو اللي حداه قدامه هذا كاين عندي هنايا الدياطري هنايا ممكن تشوفوا حتى الجوده ديال الماده الخام اللي باش كتخدم فيرتيكا لهذه البرودوي ديالها هذا الكاسيل يعني هنايا الناس بزاف يعني هذه فرصه باش حتى الناس يشوفوا هذا الكاسيل اللي بان لهم شويه دخل لهم شك ها هو كاسيل قدامكم هذا هو اللي كيعطينا البوطاس 60% ديال البوطاس كتشوفوا احمر قدامكم اللي بغى يدخل زعما يهز ويقيس قدامه مرحبا داكشي اللي كاين هذا كياخذ الوقت باش يدوب حنا هضرنا على الفلاح قلنا لهم راه كياخذ واحد شهر حتى شهرين يعني الا كانت غير الشتاء ما ديال الله راه كيدوب شد البنيه ديالها هذا الفوطاس كيدخل خسر في الميكانيزم ديك الاليات ديالها اللي كتكون داخل وبالتالي ما زعما يعني نتاب شويه يعني عاد تاخذ يعني ما تخافش ماشي ضايع فيه ولا شي حاجه هو راه كاين كيغطي التربه ولكن كياخذ الوقت باش انه يذوب حتى النبته راه ما غايجي هو فين يذوب حتى النبته غادي تكون استفدت منه ديك الساعه هذاك الشكل الطريقه ديال الشكل عشوائي يعني اننا ما نديروش علامات شكل معينه ولكن عشوائيا في البقعه الارضيه ديالكم غير هما نحتارمو جوج ديال الحوايج مهمين القضيه الاولى ديال الحدوده ديال البلاد والقضيه الثانيه ديال هاد العلامات الاشكال عندكم شي سؤال دابا الا بغينا نهزو واش غنديرو غنديرو غادي زابليكاسيون الاولى والثانيه ولا غير واحده فيهم؟ لا بالنسبه لهاد الاشكال كلهم بحال بحال يعني اللي يشكل الناس بشي واحد غادي يدير كون يدير لي في هاد البقعه الارضيه شكل هو السيد غادي يورينا فينا نديرو العلامات هو بعد على الحد كما شفتو ودار العلامه هو السيد دار واحد 10 ديال العلامات وقلت لكم كما قلت لكم قبل العدد هو ما بين 10 حتى 15 علامة شكون يقدر يدير لينا الشكل الثاني شي حد اخر يدير لنا الشكل الثاني شكون يتطوع ديال السيد مشى وجا في البلاد كما قلت لكم شكرا شوفوا دابا الشكل المربعي شي حد من تما باش يهز مر شويه هنا باش تبان لنا المربعي دور دور طلعنا هنا دابا غادي نكملوا السؤال اللي مهم بزاف نحفروا 30 سنتيم علاش 30 سنتيم على حساب الشذوره ديال هاد الحبوب القطن ما كيغرقوش عندهم ديك 30 سنتيم الاولى وهما اللي كيهمونا هما اللي غادي يردوا لينا النبته ديالنا اذا ضروري نعرفوا التراب اللي يعيشوا فيه شنو فيه الوسائل اللي غادي نستعملوا كاينين جوج ديال الوسائل كاين هاد الوسيله هادي سميتها الطاغيه ناخذوا العينه ديالكم نهضروا بعداك على هادي ونرجعوا نهضر لكم على العتله والفاس كيفاش ديروا هاد الطاغيه غادي نمشيو لكل علامه علمنا في البقعه الارضيه ديالنا هاد الطاغيه كنشدوها كندوروها كنهبطوها بقياس 30 سنتيم كيكون معلم شي واحد يجبد لينا بها التراب كنورقوا حنا كندورو واحد البرودوي كنزيد ليه واحد لاسيد وكنحطوه في هاد القران هذا درجة الحرارة ديالو 135 درجة كتبقى من بعدها كنزيدو عليه واحد البرودوي كنزيدو عليه واحد الماء كنكملوه كيولي على شكل الوان كنقراهم بهاد الماكينة كنزيدو شي كان انسان
انسان مريض بواحد المرض وكيداوي على واحد المرض اخر شحال شافه تنزع عندك نقص واحد الماده وكتزيد ماده اخرى كتقول الغله ما عطاتنيش وانا جريت لها ندير خاص ولا عاوتاني بحال شي واحد واكل وكتزيد توكلو اي مرض وانت عندك كيماد عليك زايده وعندك نقص اخرى وكتزيد هذيك الماده ومرضوديه كتعطيك اكثر راه نتسمى بهذاك التحليله ديالكم وغتشوفوا